برضو بالمناسبه، بمناسبه الكلام عن السلوكيات المش لطيفه، الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا قرر حرمان منتخب المجر من جماهيره خلال مباراته امام بولندا يوم 15 نوفمبر الجاري، طبعا في الجوله الاخيره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لمونديال 2022. ليه ده حصل؟ بسبب اعمال العنف اللي شهدتها واجهه الفريق امام انجلترا، واللي يعني شملت اشعال الالعاب الناريه طبعا، الى جانب سوء التنظيم داخل الاستاد والسلوك غير اللائق من الجماهير يوم 12 اكتوبر الماضي على استاد ويمبلي. بالتالي الجماهير كانت هي السبب في فرض عقوبه حرمان منتخب المجر من جماهيره، اللي كمان اشتبكت وقتها مع رجال الشرطه اللي توجهوا الى المدرجات لالقاء القبض على مشجع تردد انه تورط في حادث عنصري. قرر الفيفا كمان فرض غرامة مالية على المجر بقيمة 75 ألف فرانك سويسري، يعني حوالي 81,800 دولار أمريكي. ومش عارف أقول لكم إيه، يعني تقريبا إحنا كل يوم بنتكلم عن واقعة مؤسفة، نتمنى عدم تكرار هذه النوعيات من الأحداث في مباريات كرة القدم حول العالم، لأن دي تاني بنرجع ونقول النوع ده من الأمور بيضرب الروح الرياضية في مقتل، بيضرب ماهية وكينونة الرياضة في مقتل، والمفروض ان احنا نشوف مظاهر عكسية، يعني حاجة مش لطيفة.